ها فوت قدامي. لا انا ما بفوت، اذا شافني وتذكر وكان بعد ما شحطها اكيد بيشحط، واذا صار شحطها بيشحطها مره ثانيه. طيب طيب انا بفوت وانا بين ترى كثير موظفين. لا لا انا بفوت بحكي وحدي، انا رجال كبير مثله غير شكل. نو يفهم مثله غير شكل، انا مثله انتو غير شكل. شو بدكن يقول جايين اولاد يتوسطوا للمدموزيل لاميا؟ ما بيعتبركن. وانا وبين احنا اولاد. ليك اسكت يا ولد. حاضر بيي. ايه فوت معلم عباس فوت. هلا بيعمل لك قهوه. تفضل. مرحبا عمو. اهلا عمو. نعم ضيع حدا؟ وين البابا؟ بالبيت. زمان راح؟ ما بعرف. ليك عمو بتعرف متموزيل بتشتغل عند البابا اسمها المتموزيل لاميا؟ طونت لاميا؟ طونت لاميا. ايه بعرفها. وينها؟ راحت على البيت. من زمان؟ يعني من وقت. ليك عمو شحطها البابا شي؟ ليش بده يشحطها؟ قصة طويلة. عمو ليك إذا بتريد قل له للبابا مدموزيل لاميا بنت حلال ونحن ما بنرضى إنه يشحطك كرمال صابر. صابر؟ بتعرفه؟ إيه شو بيي؟ شو قصتك يا صبي؟ قلت لك انطرني برا. انشغل فكري. شو بيك عم تحكي مع هيدا؟ مع لبنها بدك تحكي مع يلي من قدك. منو هون؟ طيب تركني أنا ودارا نحكي مع يلي من قدنا. دارا دارا يا صبي فوت فوت فوت. شو نو يمشي هال؟ دارا كسر موظفين. طول بالك شو بدك تكسر؟ ابنه. ابن مين؟ ابن يلي من عمر بيي، هيدا اللي بيشرب 9 فلاجين قهوة. ايش هدك مش لاميا؟ طيب تفضلوا ارتاحوا وخبروني شو القصة عن جد. خالتي الحمد لله على السلامة. شو؟ بسيطة تسلمي لي، الجرايد مقتلة بعضها وبيتمنوا عليك. خالتي ليش عم تحكي؟ شحطوكي مش هيك؟ ما حدا شحطني. وشو انت عم تعملي عند المدير؟ مش مدير الجريدة، مدير الموظفين. ماشي كان بده يقول لي انه اجاني زودة معاش مكافأة عن شغلي. وما قالك شي عن صابر؟ بيعتذر منه لأن مش رح يقدر يوظفه، بس بيقدر يشغله يومي إذا بده. والقوبة؟ أي قوبة؟ اللي كانوا هون. ما بعرف، تركتهم هون ورحت. لحقوكي بعد شي ساعتين، كلهم نخوة وحماس، من بعد ما خطب فيهم صابر وخبرهم إن رايحين يتوسطولك تما يشحطك المدير. لوين راحوا؟ عالجريدة. شو ما التقيتي فيهم؟ لا أنا قعدت عند المدير شي نص ساعة، بعدين رحت على السوق شوي وجيت. يا حرام يا لاميا. يعني؟ يعني هلا هن بالجريدة. يعني إذا ما انشحطتي عن يد صابر رح تنشحطي عن يد فرمي أو عباس أو دارا. الله يستر. ما بدها الله يستر، روحي شوف شو بدك تعملي. بستعزم. برافو لاميا.